متابعي قناة أنفاس برس، مرحبا بكم. احنا الآن تتواجدوا في واحد من أهم المشاريع الكبرى على مستوى الدار البيضاء اللي تتعلق بمحاربة الفيضانات. الأمر يتعلق بسرداب الحي السدري بعمالة مقاطعة مولاي رشيد. لديك نظمت زيارة إلى وسائل إعلام من أجل الوقوف على نهاية الأشغال بهذا المشروع هذا وإمداد الصحفيين مجموعة من المعطيات حول هذا المشروع، بالإضافة إلى مشروع آخر تتوجد أيضا في واحدة من أهم المناطق السكنية على مستوى مدينة الدار البيضاء، ويتعلق الأمر بليساسفا للأشغال به. تيقول الاطر شركه الايديق قربت تنتهي، بالاضافه الى واحد مشروع اخر اللي انتهت به الاشغال وهو مشروع نفق الموحدين. فرجه ممتعه. شفتوا قمنا بتقديم واحد المشاريع مهمه في اطار محاربه الفيضانات ولا حد ما اطال الفيضانات في الدار البيضاء. دونك بدينا المشروع الاول هو قال غير الصدري في المنطقه الشرقيه. المشروع الثاني هو القناه المجمعه في المنطقه الغربيه للدار البيضاء، يعني على مستوى الطريق الوطني رقم واحد، يعني في لازون ديال ليسيسفا والحي حسني. اي المشروع الثالث اللي تهم منطقه ديال مركز المدينه التاريخي، يعني شارع محمد الخامس ساحات الامم، يعني بلاس ناسيونز يوني، زائد شارع الموحدين اللي هو الرونفورسمون ديال الكوليكتور ديلور. هذا الكوليكتور ديلور هو من اقدم زعما القنوات المجمعه اللي في الدار البيضاء، يعني العمر ديالها تقريبا اون سونتين داني، اللي هو كان ايتي كونستروي في المومون ميم الكونستركسيون ديال لو بون هيستوريك ديال كازا. دونك هذا المشروع تم الانشاء ديالو بالموازاه بالتنسيق مع مشروع تهيئه تخميز الموحد. شحال تقريبا مده الاشغال تاع المشروع؟ بالنسبه للحي الصدري 25 شهر، ولكن تمت الانتهاء من الاشغال. دونك هو لي ميزون سيرفيس، دونك هو ان شاء الله واجد البروشان سيزون بلوفيال. بالنسبه للطريق الوطني رقم واحد، يعني القناه المجمعه على مستوى الطريق الوطني رقم واحد في لازون ديال ليسيسفا وحي حسني، الاشغال وصلوا واحد المستوى جد متقدم، وغادي دار لي ميزون سيرفيس توتال فان جوي ان شاء الله. دونك غادي يكون تا هو بخي ان شاء الله بوغ البروشان سيزون بلوي. وبالنسبه للديلور او نيفو ديال السونتر فيل، الي ديجا ميزون سيرفيس ميم افون ميزون سيرفيس ديال التونيل ديال الموحد، وكان ديجا خدم في المومون ديال لا سيزون بلوي ديال اللي كان في الدوبي ديال لاني. الحمد لله. شحال التكلفه الماليه؟ شحال التكلفه الماليه الاجماليه لهاد المشاريع ثلاثه؟ تقريبا 660 مليون درهم تي تي سي. دونك هو غادي يحمي المناطق اللي سالفه الذكر، يعني غادي يحد من الفيضانات والاثار ديالها في لازون ديال الحي الصدري والاحياء المجاوره. فبالنسبه للمنطقه ديال المدخل الغربي ديال الدار البيضاء، دونك غادي يحد من الفيضانات في لازون ديال ليسيسفا، منطقه ليسيسفا، منطقه التوسع ديال العمراني ديال الحي حسني، والمنطقه بيان سور غادي يحد من الفيضانات والاثار ديالها على لو ترافيك اوربان في الطريق الوطنيه رقم واحد اللي تتربط ما بين هي المدخل الرئيسي الغربي للدار البيضاء. وبالنسبه للديلور بيان سور هو غادي يحد من الفيضانات، وديجا هو بان الاثار ديالو في هذا الشتاء اللي دازت. الحمد لله بان الاثار ديالو في الفيضانات في المنطقه ديال السونتر فيل، يعني كارتي ارديكو، يعني بولفار محمد الخامس، ساحه الامم وشارع الموحدين.